بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفية تنصيب برنامج أرك برو؟ نقوم أولا بالذهاب إلى الملف الخاص بالبرنامج، نذهب إلى الانستل ونبدأ بالعملية كالآتي. نحتاج لهذا البرنامج صبر بالتنصيب، إجراءاته إن شاء الله مو ديش المعقدة، لكن نراد شوي صبر في عملية التنصيب. كلوز، راح تبدأ عملية التنصيب الآن. نبدأ عملية التنصيب، تاخذ شوية وقت، تستغرق عدة دقائق. نلاحظ عملية التنصيب لهذا البرنامج. طبعا ما نحتاج رن، الآن ما نحتاج ولا فينيش، ثم نذهب إلى الملف اللي بعده. نيكست دائما. كلوز. نيكست. وتبدأ عملية التنصيب كذلك. انتهت ايضا. نجي الى بعد الملف عن ادمنستريشن، نيكست، كلوز. نيكست، نيكست، اكسبت، نيكست، نفس الإجراءات. انستل. أيضا فينيش. الآن نذهب إلى التحديثات، نختار التحديث الأول. ويأخذ أيضا وقته بعملية التنصيب.
طبعا هي العملية تاخذ وقت واجراءات، لكن انا بالنسبة لي اذا اختصر الفيديو فيراد لها الصبر، يعني يراد يكون الواحد عنده الصبر بعملية التنصيب مثل هاي البرامج ويتبع الخطوات بالتسلسل، لانه اي خطوة تكون سابقة او لاحقة راح تؤدي، ولو هو هذا الشيء مو بالضرورة بس راح تؤدي الى خربطة بعدين بعمل البرنامج. دائما ما نسوي الران لانه اكيد ما راح يشتغل البرنامج الا تكمل بقية الاجراءات. فنجي الان الى التحديث الثاني أيضا نفس الحالة قوم بي. طبعا احنا الارك برو هو راح يكون البرنامج الذي يحل محل الجي اي اس ديسكتوب السابق اللي هو الارك ماب والارك كاتالوج والارك الارك سين، لانه هو راح يشتمل على كل ادوات الواجهات الثلاثة، يعني كأنما صار تجميع في ازري جمعته في هذا البرنامج. واتوقع لل 2024 راح يكون هو اللي يعني الفيرجنات بعد ما تصدر بالنسبه للجي اي اس السابق، وانما دي هنا التحول الى البرو. ايضا هذا بالنسبه للتحديث الثاني وننتظر. شوية التحديث الثاني ياخذ مدى اكثر من التحديث الاول، فيراد شوية الصبر. دائما اكد على مسألة الصبر بالنسبة لهذه البرامجيات، اجراءات تنصيب عمل يراد لها صبر، كلش يعني نفس طويل بالنسبة لهن، والخطوات دائما تكون بالتتابع، يفضل ان تكون بالتتابع دائما. طبعا ماكو داعي للتشغيل، نذهب الان الى التحديث الثالث. انتظر قليلا. اوكي. تبديل. الآن نذهب إلى الباتش، ناخذ هذا الملفين كوبي نسخ، ونذهب إلى السي. السي عندنا بروجرام ار تي اي اس بالبرو بالبن، ونلصق ريبليس Do this continue. نرجع الآن إلى الباج، عندنا هذا جرت open run yes yes okay انتهى صار successfully. هذا عندي الملف أنسخه، أذهب إلى السي يوزر اسم، طبعا هنا نذهب الى الاوبشن فيو الهيدن ابلاي. اوكي هنا الابلكيشن ذاتي، هذه نذهب الى اللوكال، هاي بس الخطوه حتى تكون مفهومه لكم. اليوزر اسم يعني الجهاز اللي احنا بيه، هذا تمام. اكو هنا الابلكيشن ذاتي، طبعا قبلها هو ما يعني هيدن فلازم نظهره بهذا الشكل، اما بالبروباتيز نأشر الهيدن او انه للاوبشن هو هذا الاضبط
view show hidden. اوكي انا ناسخه للملف، اروح لللوكال ثم بداخل اللوكال الصقه، ارجع الى البرامج، قائمه البرامج بالبدايه all applications، واروح الى الارجيس. طبعا دائما احنا نبدي قلنا بالrun as administrator، بعض الاحيان ما يشتغل راسا فبالمحاوله الثانيه او ترست وترجع مو مشكله او من اول مره، المهم هو لهنا الخطوات هي هاي تؤدي للحصول على ارجيس برو. مرات ما يقبل يعني بالمره الاولى الا بترسيت او اعاده تشغيل، يعني العفو اعاده فتح برا ادمنستريتر بعدين يشتغل البرنامج بالواجهات الخاصه به. اشتغل البرنامج وهنا التفاصيل، طبعا راح نتعاهد طبعا ذا تريد لل 3 دي وهذا لل الماب الاعتياديه كانه ارك ماب، وهنا اذا تطلب تحديث يعني حاليا ما اطلب تحديث، نفتح مثلا الماب راح يطلب منك بروجكت، يعني كانه متاسس لبروجكت بالبدايه، خلينا نقول له اوكي لا على التعيين بالبدايه، راح يبدي تحميل البروجكت. اول شيء طبعا راح يعطينا خارطه العالم او موقعنا احنا بالنسبه لخارطه العالم كشغل. اذا عندك ملف معين تعرضه راح نسوي الاجراءات الان. تشغيل لاول مره ياخذ وقت طبعا، هاي لانه راح يطلب هسه الماب الرئيسي، الماب اللي يعني كنا بدي احمل كل الفيتشرز مال الكره الارضيه، يلا يبدا التشغيل. لودينج ماب. انا لان مرتبط على الانترنت حاليا فهو طبعا بدون انترنت ما راح تجي. احنا ما نحتاج هاي هسه حاليا، طبعا لو طلع موقعنا بالنسبه لنا احنا بالعراق ما احتاج هذا لا الطوبوغرافيه ولا هذا. اذهب الان الى اد داتا من الماب، تروح الاد داتا، طبعا الداتا منها اول شيء. نروح الى فت فولدر ببيانات معينه طبعا للبي سي، نختار الدي، شوف هاي السنتينل، مثلا هنا انا اسف نحتاج الريموف، اسف جدا. نذهب الان الى داتا، اي هذا الامتي داتا، اسف جدا، هي على الامتي داتا يبدي تنفتح البيانات. راح ابتدي تحميل الصوره، نظر قليلا. بس الفتح بالبدايه لانه لاول مره شويه تاخر، بعدين تبدي برنامج هذا. طبعا لازم تكون حاسبه ذات مواصفات عاليه حتى تتجاوزون هذه مساله البطء، يعني حاسبات الجيل 11 وال 12 تكون افضل من هاي الحاسبات اللي هي تكون يعني الجيل السابع والثامن، الحاسبات اللي تكون يعني اعلى هي افضل بالبروسيس، يعني تطي بروسيسنج اسرع طبعا من الوضع الحالي. نلاحظ طبعا من التفاصيل لا نحتاج على البروجكت، بالنسبه للماب تول بوكس الداتا بيز وغيرها من التفاصيل. شوف هنا السمبولوجي ايضا، بالسمبولوجي طبعا راح نقدر نتحكم بال طبعا شورت ويف انفراريد 2 والنير انفراريد، والبلو هي اللي راح تطلع لي هاي الصورة بهذا الشكل، هاي سنتينل 2 الصورة. لاحظوا حضراتكم
ويكون جاهز. طبعا هذا البرنامج راح يكون جزء اساسي في تطبيقات المورفومتريك اناليسز، وراح تلقوا قائمه تشغيل المورفومتريك اناليسز جزء اساسي، وهو راح يكون اساسي في موضوع بحث التخرج هذا العام، وكما راح تشوفون ان شاء الله بالمحاضرات القادمه باذن الله. اي استفسار تردون التواصل، موجود الايميل مالتي وموجود مكان عملي في جامعه الكرخ للعلوم، كليه التحسس النائي والجيوفيزياء، قسم التحسس النائي، استاذ دكتور اوراس محيطاها. مع التقدير وتحياتي للجميع.